L'invito è di pregare per la pace in Siria e per il suo popolo in occasione di veglie, di preghiere, di iniziative di sensibilizzazione e nei gruppi e nelle parrocchie delle comunità per diffondere un messaggio di pace, un messaggio di unità e di speranza. Alla preghiera poi seguono le opere di pace. الهدف اليوم هو السلام لسوريا. كلنا في جواتنا امل انه سوريا رح تخلص مشاكلها، وهي الصلاه بس لنطلب من الله تنحل الامور بالبلد يا رب. الكشاف من اهم اهدافه هي المحبه، فنحن هون مجموعين تحت اسم المحبه، تحت اسم السلام، لحتى نقدر نوصل للبقيه وللعالم كله والمجتمع الدولي انه نحن بنقدر حتى بسوريا تحت كل شيء عم بيصير نحقق السلام. شيء كثير حلو انه نحن كلنا مجموعين اليوم لحتى نصلي مشان السلام بسوريا. ونحن يعني كان الهدف من هي القصة نحن نكون كلنا سوا ككشافات مسيحية بكنائس المسيحية انه نحن نكون موجودين بهذا القداس اللي بده يعمله البابا. اليوم الكشافات هي اللي تمثل شريحة الشباب بسوريا، واليوم اذا الشباب قدرانين يتغلبوا على كل الوضع اللي عم نعيشه خلال الفترة الماضية، الأزمة اللي عشناها، فهذا الشيء هو اللي بيقوي سوريا.